بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن هذا الشهر الكريم شهر رمضان قد ذهب أكثره، واليوم 16، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمضاعفة الجهود في كل ما يرضيه، وأن يعيننا وإياكم على المسابقة إلى كل خير. هذه الأيام الفاضلة الباقية يشرع للمؤمن فيها يضاعف الجهود وأن يغتنم ما فاته في البقية من طاعة الله جل وعلا، كثرة الصلاة، كثرة التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، كثرة القراءة للقرآن الكريم بتدبر والتعقل، كثرة الصدقة، كثرة النصيحة، التوجيه إلى الخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إلى غير هذا من وجوه الخير. كلما تقدم الشهر فينبغي المؤمن أن يزيد في العمل ويستدرك البقية، لأنه شهر كبير، شهر كريم وعظيم، تضاعف فيه الحسنات. فينبغي المؤمن أن يجتهد في الاكثار من الخير في هذا الشهر العظيم، واغتنام أيامه ولياليه، مع سؤال الله التوفيق والإعانة والقبول والمغفرة. فالمؤمن يجتهد مع الإخلاص والصدق والرب فيما عند الله وخشية سبحانه وتعالى، فإن البقية لا يعادلها شيء، أيام فضائل تنتهي. فالمؤمن هكذا يجتهد في حفظ أيامه ولياليه، وفي حفظ بقية عمره، وفيما يستقبله من الزمان بالجد والاجتهاد في طاعة الله والتوبة مما سلف من التقصير والذنوب. فالإنسان محل الخطأ، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، خير الخطائين التوابون. فالحازم والكيس هو الذي دائما في ملاحقة لأخطائه بالتوبة والندم والإقلاع، في مسابقة إلى الأعمال الصالحات في أيام الفضائل وليالي الفضائل وفي غيرها من الأوقات. هكذا الكيس، هكذا الحازم، يكون دائما في نشاط وهمة ورغبة بالخير وزيادة ومسابقة، كما قال جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. يقول سبحانه: فاستبقوا الخيرات. ويقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني معصية، أو ظلموا أنفسهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، فهم مراقبون لما قد يقع منهم، مسارع للتوبة مما قد يقع من السيئات ومما يقع من ظلمهم لأنفسهم في المعاصي الخفية التي بينهم وبين الله، وبتوبة من المعاصي الظاهرة وهي الفواحش. والإنسان محل الذنوب، فلا ينبغي له أن يعجب بنفسه أو يمن بعمله، بل ينبغي أن يكون دائما خوف، دائما الحذر، دائما الضراعة إلى الله أن يهديه وأن يعيده من شر نفسه ومن شر الشيطان، وأن يمنحه التوفيق والتسديد في قوله وعمله. والله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا ميدان السباق، ميدان المسارعة، ميدان السباق بالطاعات من سائر الأنواع: صلاة وصدقة وقراءة قرآن وتسبيح وتهليل وتحميد وتكبير، بر الوالدين، صلة رحم، دعوة إلى الله، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، إلى غير هذا من وجوه الخير، ترجو بهذا ثواب الله وتخشى عقابه. نسأل الله أن يمنحنا وإياكم التوفيق، وأن يرزقنا وإياكم المسارعة إلى كل خير، والحذر من كل شر، والتوبة إلى الله الصادقة من سائر الذنوب، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.